صباح الخير عن جديد مشاهدينا بهيدا اليوم المميز، حبينا نضوي اكثر وتكون فقرات صباحنا غير لليوم كلها عن عيد العمال، عن واقع عملهم، عن مهامهم، عن واجباتهم وكثير من الامور يلي بتتعلق فيهم. فتحيه اكيد لكل العمال السوريين بمختلف انحاء الوطن العربي، اكيد بعيدهم هيدا العيد اللي بيحمل كثير من المعاني، التضحيه والصبر والاراده. اليوم رح نتعرف اكثر مشاهدينا عن الخدمات ضمن محافظه دمشق وجهود العمال بالحفاظ على السلام العامة والممتلكات، أكيد مع ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الأستاذ غسان معمولي رئيس لجنة الترابط الإنشائي في محافظة دمشق. صباح الخير أستاذ. أهلا، صباح الخير. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير والجميع إن شاء الله. عياد فصح مجيدة إن شاء الله، وعيد العمال لوطننا الغالي، لسوريتنا الحبيبة، لزنودنا السمرة. ان شاء الله. والله يعطيكم العافية. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك، واكيد كل عام وانت وكل ايد عاملة اليوم بألف خير. خلينا نحكي وفورا هيك نسلط الضوء على دور المحافظة اليوم بالمحافظة على السلام العامة اللي هي تعتبر امن واستقرار هذا البلد اليوم. الحقيقة دور مؤسسة محافظة دمشق كمؤسسة خدمية دور مهم كثير مثل اي مؤسسة، وطبعا هذا واجبها اللي بتملي عليها ضميرها وشغلها وعمالنا اللي هن الأوفياء اللي عم يشتغلوا بضمير وعلى مدار الساعة. إذا بدنا نبلش بحديثنا، دائما السلامة العامة هي أهم عمل أو أهم عمل متطلبه إجراءات المحافظة، اللي هي الحفاظ على الأرواح أو المشاة والممتلكات. إذا بلشنا بالشوارع العامة والطرقات، في خطة سنوية لو فرضنا تقليم الأشجار. أول شيء الغاية منها الحفاظ على جمالية الموقع، انسجام العمراني، إزالة التشوهات البصرية. طبعا كل سنة بموسم التقليم يتم تقليم الأشجار، تخفيف من الخطورة. طبعا يمكن ننوه لموضوع أهمية تقليم الأشجار. أول شيء جماليتها، ثاني شيء الشجرة لما تتقلم بتتنشط بتقوى. في أشجار طبعا احيانا بيكون جذورها قويه بتسبب انه بتلحق شبكه الصرف الصحي تثقبها او تكبر، اذا بنلاحظ الارصفه او الكذا كبر الجذر لما تكبر الشجره، الشجره الكبيره لما تكبر اكثر من اللازم او ما هي مصممه له تحجب الرؤيه، تدخل الاقصانه بصير عدم توازن، التقليم بشيء بصير بتضل متوازنه، بتقاوم العوامل الجويه اللي بتتعرض عليها المدينه، يعني لا سمح الله صار عواصف، صار هطول مطري او انهيار ثلجي، بيوعى أغصان، بيوعى أشجار. هالعوامل هي كلها بتساعد بالتخفيف، أو الإجراءات اللي بتساعد بالتخفيف من الضرر على الأملاك العامة وعلى الأشخاص بشكل عام، بشكل أهم شيء الأشخاص والأرواح. تمام، وتأكيدا على كلامك أستاذ بموضوع العواصف، خصوصا كنا عم نتابع ولسه عم نتابع عبر الشاشة الأثار السلبية اللي خلفتها اليوم العاصفة، الشجر اللي وقعت على السيارات. خبرنا أكثر اليوم شو الأضرار اللي كانت موجودة وكيف اليوم قدرتوا تتعاملوا مع شو الإجراءات اللي اتخذتوها. حقيقة عمال ورشات المحافظة على مدار الساعة عم نتابع أي إخبار عن حالة سقوط أغصان، سقوط أشجار. طبعا أحيانا العاصفة لا يمكن تقديرها بشكل مباشر أو معرفة موعدها أو كذا، لكن عناصر المحافظة في حال أي حالة أو أي حدوث انهيار أو سقوط أشجار بتقوم بالتعامل معها وإزالة الأجزاء الخطرة وتأمين سيولة أو حركة المرور والتخفيف من الأضرار. طبعا ننصح نحن في حال لما يكون في عاصفة لازم المواطن يخفف من التجول أو المرور، يسمع الأخبار اللي هي خلال مؤسساتنا الحكومية اللي مفتخر فيها ومصادرها رسمية، يبتعد عن الفيسبوك والمواقع التواصل الشائعات الكثيرة. الحمد لله قالوا لنا اليوم انه في عواصف وفي غزارة وفي مدري شو، الحمد لله ما صار لسه مو مبين شيء، ونحن نتفائل بالخير ان شاء الله يا رب. اكيد. طيب استاذ خلينا كمان نتعرف على دور عناصر المحافظه اليوم، ان كانوا من خلال شبكه الصرف الصحي اللي كمان صار في كثير مشاكل بخصوص هذا الموضوع، والشبكه العامه للمطريات. تمام، دور عناصر المحافظه على مدار السنه بيقوموا بتعزيل الغرف التفتيش والريجارات مشان تأمين سيولة حركة المياه.
طبعا احنا لما اذا بنشوف بحاره لما عم يصير غزاره مروريه غزاره مطريه وسيول احيانا بيصير انصطام يعني او تمام. سد هذا بحاجه دائما المصائد المطريه وقنوات درق سيول بحاجه لتعزيل لانه لما بيصير غزاره مطريه وبصير سيول مفاجئه بتحمل معها طمي، هالطمي بسد الفتحات الصرف الصحي. طبعا احنا شبكه الصرف الصحي هي بتخدم المدينه، بتخدم الابنيه، بتصب فيها فيها مصائد مطريه، فيها ما يسمى شوايات، بتلقط المياه النازله عن السيول من المناطق الجبليه، المناطق العاليه، وبتروح باتجاه الشبكه العامه، الشبكه العامه بتروح باتجاه منطقة الشرقية هي منطقة عدرا، في هناك محطة معالجة المياه. جهود معمال محافظة دمشق بشكل سنوي وبشكل دوري يومي تعزيل أو بشكل كل ما دعت الحاجة كمان، وبشكل خاص أيام الشتاء والفصول الانتقالية لما يكون في شيء متوقع بصير تعزيل مباشر واستنفار، وخصوصا الأنفاق. طبعا معروف شبك الانفاق المشاة او انفاق السيارات منسوبها بيكون اقل من منسوب الشبكه، في هناك اكيد في مضخات بتجمع المياه اللي بتجي من السيول وبتضخها للشبكه الرئيسيه لانه منسوبها مثل ما قلنا اخفض، وبالتالي المياه ما بتمشي بالراحه، بدها شيء اليه تضخها من اسفل الى الاعلى، في اكثر من مضخه، في معامله، في متابعه للقصه، في حال لا سمح الله صار شيء طارئ بيتحول الطريق حرصا على سلامه المارين، بيتامن المرور وبيتعزل باي بكل الاوقات. وبصراحه السيد المحافظ الاستاذ طارق كريشاتي مباشره يعني بيتابع العمال وبيشرف على جوده وسرعه الانجاز، ونحن بدنا ننوه طبعا للانجاز اللي صار طبعا من نفق المواساه. أكيد يعطيكم ألف عافية، جهود كثير كبيرة ومشكورة أستاذ. اليوم مثل المواطن في حقه مطلب أساسي اليوم من المحافظة لحتى تحقق له السلام العام، أكيد كمان المواطن لازم يكون إيد بإيد لجانب المحافظة. خلينا هلأ نحكي عن دور المواطنين بالحفاظ كمان على السلام العام بالمشاركة مع المحافظة. صحيح، دور المواطن كثير مهم، ودائما العمل التشاركي هو كثير مهم. صحيح. يعني إذا بلشنا إحنا بالتقييم الأشجار اللي هي على الشوارع، في أشجار موجودة بحدائق الخاصة. طبعا المحافظة مو مهمتها انه تقلم الاشجار تبع الابنية الخاصة، هي مهمة المواطن يقلم الاشجار، يسير الخطورة عن الجوار، يعالجها، يرحل الاعشاب، لانه هي الاعشاب لما تطلع فترة معينة بتجف، لما بتجف بتحترق على شرارة صغيرة، هي بتتجنب اي حادث او اي شيء او خطر. الموضوع الثاني موضوع شبكة الصرف الصحي، الريجار تبع البناية او الابنية، هذا بحاجة لصيانة، لمتابعة، لتعزيل مشان نأمن صرف الصحي تبع البناء ليصب الشبكة العامة. في حال اذا ما تعزل وصار في تسرب تحت البنايه، معروف المياه لما بتتسرب تحت البناء او تحت اي اثاث بتعمل انكماش بالتربه، وبالتالي بصير هبوط تفاضلي لاحد الاعمده او لعمود او عمود ثاني للحامل للاساسات للبناء بشكل عام، وبالتالي بسبب بتشققات او انهيار او هبوط لا يحمد عقبات ويتعذر تداركه. نحن بننصح الاخوه المواطنين ولجان الابنيه وهيئات الشاغلين موضوع تقليم الاشجار، رفع الخطوره عن الاملاك العامه، تعزيل المطريات والصرف الصحي الخاصه بالابنيه والاسطح الاخيره. الشيء المهم كمان اللي بننوه له، نحن بالمطر بتجمع على السطح اسطحه، واخطر شيء هو الماء لما ما يتعالج او ما يمشي بمساربه او يمشي بسيارات المطريه باتجاه الشبكه العامه، لما بيجمع المي دائما لازم المواطن يتوعى لموضوع ترويب السطح، عزل الاسقف، كثير بيوفر على حاله ضرر تسرب المياه، تشقق وصول المياه الى الجمله الانشائيه، وبالتالي خطر لا يمكن معالجته او يكلف بالمعالجه تبعه. تمام. طيب استاذ، اليوم عم نشوف كثير من الابنيه الحديثه اللي هي قيد الانشاء، وبالتالي ان كان حتى ممكن يكونوا عم يرمموها نتيجه حادثه الزلزال اللي صارت، كثير من شفنا من الابنيه تصدعت وانهارت وصارت ولا شيء، فاليوم عم يتم ترميم هي الابنيه او حتى عم يبنوا ابنيه حديثه. صحيح. اليوم خلينا نعرف كيف عم يتم التعامل مع هي الابنيه الحديثه اللي هي قيد الانشاء من قبل اللجنه. الحقيقة هذا الشيء اللي عم تقولي حضرتك عليه، هي الأبنية قيد الإنشاء بالمناطق المأهولة، يعني هدم وإعادة بناء، تسمح وفق ضابط البناء، طابق بناء إضافي، المواطن أحيانا بيعمل أعمال ترميم لتجديد عقاره، إصلاح صرف الصحي. طبعا ضابط البناء ومحافظة دمشق كونها بتشرف على الأعمال هي بتعطي أذونات صب، بتعطي تعليمات وتوجيهات
التزام بالضوابط اللي هي وفق نظام البناء، من حيث إذا بناء قيد الإنشاء ضمن منطقة مأهولة بحاجة لتصوينة مؤقتة لحماية المارة وتأمين السلامة العامة، تأمين دخول وخروج الآليات والمركبات وترحيل الأنقاض الناتجة عن الهدم والترميم إلى خارج حدود المدينة. موضوع الواجهات لما يكون عم يترمم يحط شادر شفاف أو شادر يمنع انتشار الغبار وتلويث البيئة. موضوع بتأمين الرافعات اللي بتنحط، رافعات البرجية اللي بتخدم البناء. موضوع ما يسمى سآلي أو لحماية العمال مشان تركيب الحجر. تلزم المحافظة بوضع شاخصات، لوحات دلالة لتعريف الموقع، لحماية المارة، حماية الجوار بحال سقوط مواد بناء، ضرر أي شيء. هذا الشيء بتلتزم فيه المحافظة. تمام. طب خلينا أستاذ نروح لموضوع سبب حدوث الطوفان بأغلب المناطق والشوارع، عدم استيعاب الغزارات المطرية. شو السبب اليوم؟ في أخطاء شائعة بهذا الموضوع، شو فينا ننبه ونوعي أكثر؟ شو في نقاط بتحب تضوي عليها؟ صحيح ستنا الكريمة، حالة الطوفان هي بكل دول العالم بتصير. إذا بدنا نعمل شبكة صرف صحي وشبكة استيعاب حالة الطوفان، أحيانا بيكون تصميم مكلف وباهظ الثمن. يعني الدول الكبيرة ما بتقدر تستوعب هالحالة هي. ليش؟ لأنه أنت هون بدك طوفان بيصير أحيانا بالخمس سنين بالعشر سنين، وبالتالي أنت بتعملي تصميم يستوعب الغزارة المطرية. سبب الطوفان أنه بتجي كمية أمطار وسيول بكمية كبيرة بوقت صغير جدا، وبالتالي البلاليع والمصارف المطريه لا تقدر انه تستوعب هالكميه اللي عم تجي بسرعه. ثاني شيء، لما بيجي سيل بكميه كبيره من الجبال والمناطق الثانيه بيحمل معه مواد طمي. يعني لما بتيجي تنزل بالبلوعه صحيح تمشي، لكن بتجمع المواد الثقيله ما بتمشي بالشبكه العامه. وبالتالي اذا بتلاحظوا، يعني الله يعطيهم العافيه، اول دور عمال المحافظه والعمال بسوريا الله يعطيهم العافيه، هن بنوا الوطن، بيشتغلوا بظروف كثير صعبه، بعزيل الاسقه بينزلوا ضمن المي، لانه التعزيل بده يصير ما في اليه احيانا للدخول واستخراج المواد الطمي اللي هي ساده موقع غرف التفتيش ومعيقه حركه المياه وانه تروح بالشبكه العامه. وبالتالي دور كبير انه نرحل هالطمي والمواد الناتجه عن السيول وتامين السيوله المياه بالراحه وتامين الحد الادنى من عدم حصول اي ضرر او اي خطر للمواطنين وللحالات. يعني والحمد لله الامور بخير، ونطمن الاخوه المواطنين انه امور محافظه دمشق عم تاخذ دورها اللي مملي عليها واجبها وضميرها، وبتعاون مع كافة المديريات الحقيقة، ودور العمال لا يستهان فيه. من منبركم الكريم بتشكرهم. كمان أكيد ما بدنا نشكركم على دوركم كإشراف عام على الحفريات يلي هلأ عم تجريها المؤسسات الخدمية. بدنا نشكركم وأكيد شكرا كثير لوجودك. بس نوهلك على موضوع الحفريات، يعني هي شغلة مهمة. تمام، شغلة مهمة كثير موضوع الحفريات اللي عم تصير، إنه صار في شيء دور كمحافظة كإشراف على الحفريات اللي عم تعملها المؤسسات الخدمية. وبالتالي في شيء اسمه تنسيق الحفريات، مو معقول مؤسسة تفتح من هون تاني واحدة بتجي من هون، غير إنه بتلزم المتعهد بوضع لوحات دلالة وإشارات مرورية وإنارة وسرعة بالإنجاز كتنفيذها بأقل زمان وأفضل جودة، وإن شاء الله عند حسن ظنكم. أكيد إن شاء الله. بالختام شكرا كثير لك أستاذ غسان لكل المعلومات اللي نوهت عليها، معلومات جدا مهمة. بدنا نشكرك الأستاذ غسان معمولي رئيس لجنة التربط الإنشائي في محافظة دمشق. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أشكركم من القلب، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. سنة أنتم سالمين إن شاء الله. كل عام وأنت بألف خير. شكرا أستاذ، ولكل العمال أهلا وسهلا وأنتم بخير. شكرا.